فخلينا ناخد خالد. يا خالد مساء الخير، يا أمير، إزيك؟ مساء الفل. اخبارك يا خالد؟ كويس أنا زي الفل، الحمد لله رب العالمين، الحمد الحمد لله. لله. في البداية عايز اتكلم معاك من وجهة نظرك الصحفية بخصوص المنتخب، وبالتحديد المباراة السابقة امام كينيا والمشاكل الكتير اللي ترتبت على هذه المباراة، سواء من حيث اصابات بعض اللاعبين، من حيث عدم مشاركة البعض الاخر، من حيث كمان الاداء اللي كان سيء جدا في هذه المباراة. رأيك ايه؟ أنا رأيي إنه المنتخبات في العالم كله بتمر بظروف سيئة جدا نظرا لكورونا وعدم قدرتها على التجمع بشكل كبير والكلام ده كله. بنشوف منتخبات كبيرة بتتعادل مع منتخبات متوسطة زي إسبانيا تعادلت مع اليونان، البرتغال اللي هي واحدة من أقوى المنتخبات دلوقتي تعادل 2-2 مع صربيا، وقبلها بتكسب أذربيجان 1-0 بالعافية. بس ده مش مبرر بالنسبة لي، يعني أنا عارف انه ده جلوبال بانديميك وانه الناس كلها متضرره بسبب الكورونا والكلام ده كله، ولكن ده مش مبرر للمستوى السيء جدا جدا طبعا طبعا، جدا لان احنا اللي بنشوف بنشوف عليه برضو منتخب مصر. منتخبات كتير يا خالد بتأدي بمستوى ممتاز، هما نفس بيمروا بنفس الظروف اللي بيمر بيها العالم كله يعني. بالظبط كده، بنشوف المانيا بتكسب 5-0 وبنشوف عادي. انجلترا بتكسب 3-0 عادي خالص، يعني وايطاليا بتكسب 2-0 عادي خالص. فده مش مبرر بالنسبه لي، انه انا حبيت بس اوضح في الاول انه عندنا أزمة وعندنا حاجات كتير اللي هي الناس بتعول عليها عشان تبرر المستوى السيء، ولكن ده مش تبرير خالص للمستوى اللي احنا بنمر بيه. المستوى اللي احنا بنمر بيه رأيي الشخصي بدون أي تجريح في الكابتن حسام البدري، لأني كنت من الناس المؤيدة بشدة إن الكابتن حسام البدري يتولى مهمة تدريب وانا والله المنتخب. فعلا انا كنت شايف ان هو انسب واحد هو اللي يكون موجود، ولغايه دلوقتي انا شايف ان هو انسب واحد يكون موجود، لكن لما يكون في سلبيات يا جماعه ما ينفعش ان احنا نسكت، ما ينفعش ان حد ما ينتقدش الكابتن حسام بدري عشان هو مدير فني منتخب مصر، لا لازم ينتقد يعني طالما هو بيغلط وطالما في سلبيات. ولا نتجنب نقده، لاننا كنا مقتنعين بيه في الاول مثلا انه مثلا عادي خالص ان الاراء بتتغير صح بناء على تغير المواقف. بالظبط فلا، احنا الاداء بتاعنا سيء جدا، والسبب الاساسي فيه هو كابتن حسام البدري باختياراته اللي انا شايفها الى حد كبير جدا مش منطقيه. انت عندك قوام في المنتخب هو تقريبا الافضل ما بين منتخبات الصفوه في افريقيا، لو اتكلمنا عن فعلا الجزائر، المغرب، كوتيفوار، فعلا مصر، الكلام ده واحد من افضل المنتخبات من حيث القوام هو منتخب مصر. عندك القوام الاساسي لبطل افريقيا، والقوام الاساسي لوصيف افريقيا وبطل الكونفدراليه الموسم الماضي، عندك مجموعه من ابرز المحترفين، عندك افضل حارس في افريقيا، عندك عدد كبير جدا من اللعيبه. ما ينفعش نرجع نتحجج بالقماشه وان ما صح عندكش صح لعيبه، لا عندك قوام متكامل. لو اتكلمنا عن القوام المتكامل ده رقميا بيعمل ايه؟ رقميا احنا ما بنعملش حاجه، خالص احنا خلال التصفيات مدخلين 6 اهداف في 16 منتخب منهم السودان وموزمبيق وغينيا احسن منا، مدخلين احسن منك، مدخلين 7 اهداف وموزمبيق مدخله 9 اهداف، انت مدخل 6 اهداف. انت بمعدل محاولات على المرمى، انت بمعدل 3 محاولات بس على المرمى في الماتش الواحد خلال ال5 مباريات اللي قلت اللي خدتهم في التصفيات، عامل 16 محاولة على المرمى في 5 مباريات، فتقريبا 3.2 محاولة على المرمى في المباراة الواحدة، وده رقم هزيل جدا على لما عندك محمد صلاح ومحمد وتريزيجيه مصطفى محمد ومصطفى محمد ووراهم محمد مجدي قفشه، رقم هزيل جدا ان انت تحاول جدا 3 محاولات بس على المرمى في المباراة الواحدة. صح من ضمن الاسباب اللي انا شايف انه كابتن حسام البدري، وانت قلتها قبل ما نطلع على طول على الهواء، قلت انه طرديه لمحمد النني وكده، انا شايف انه محمد النني مش المفروض ان هو يقعد اصلا، لانه راجل كابتن فريق ارسنال في صح صح مباريات سابقه، في كام مباراه كان كابتن فريق ارسنال، مدخل هدف رائع في الدوري الاوروبي من كام يوم، بيأدي بشكل جيد حتى جدا لو قعد يا خلال خالد، ارتيتا. حتى لو قعد ما يبقاش الخيار رقم 5 في مركزه، مش 5، منطقي. لا او ثانيه واحده، وما يبقاش الخيار رقم 5 وتفضل عليه باك يمين باك يلعب رايت نص ملعب. حاجه غريبه ده بصراحه. وكابتن حسام البدري في تصريحات تلفزيونيه قال انه لا في تصريحات تلفزيونيه على لسان محمد النني قال انه كابتن حسام البدري وضح للنني ان هو استعان بعمر جابر عشان يقفل الجنب اليمين. يعني هو هو محمد النني مش النني بيعرف هيعرف يعمل يقفل كده، الجنب اليمين؟ ما هو هيعرف، محمد النني بيعرف دي يعمل كده احد واجبات مركزه بالمناسبه يعني. بالظبط كده، ان انت تلعب دبل سيكس في نص الملعب بحمدي فتحي وطارق حامد تقلل كتير جدا من قدرتك الهجوميه، ما بقاش في واحد بيقدر يصنع لعب لنص الملعب او ينقل الهجمه لنص الملعب المنافس. ف
فالاخبار طلعت بقى ان انت في جزر القمر هتلاعب محمد النني وعمرو السوليه اللي هو دبل ايت، اللي هو من غير ارتكاز خالص، وهتلاعب اثنين دبل ايت، مفيش دستروير، مفيش حد يقطع الكوره، احنا هنلعب كده على الله. لا انا ما اعرفش كابتن حسام بدري بيفكر في ايه في التشكيلات، واعتقد انه برضو الدبل ايت اللي هيلعب بيها عمرو السوليه ومحمد النني دي طرديه بحته للاثنين عشان يقول لهم هو انا لعبتكم وخلاص. طيب في كل الاحوال يا رب يكون كابتن حسام يعني وجهه نظره صحيحه ويا رب يكون موفق، ده امر هيهمنا جدا. لكن انا سريعا يا خالد عايز اخد تعليق منك على ايه المطلوب بكره ان شاء الله في مباراه جزر القمر، ايه المطلوب من الجهاز الفني واللاعبين في المباراه المهمه دي؟ المطلوب ان هم يحافظوا على نفسهم، احنا خلاص ضمننا التاهل، احنا مركز اول وجزر القمر حتى الان مركز ثاني، جزر القمر لو عملت معاك مفاجاه هتتاهل عليك اول مجموعه، وده مش مطلوب مننا خالص، مش مطلوب خالص في المرحله اللي جايه. المطلوب ان اللعيبه تحافظ على نفسها عشان مفيش حد فيهم يصاب اصابه بالغه لا قدر الله تبعده عن صفوف المنتخب فترات طويله. بس في نفس الوقت المطلوب من كابتن حسام البدري ومن اللعيبه ان هم، احنا بنشتكي ان احنا ما بنتجمعش فترات كافيه وما عندناش فرصه ان احنا نتلم كمنتخب فالمطلوب انه بكره نعتبره تجمع للمنتخب بشكل رسمي نلعب فيه بالقوام الاساسي للمنتخب عشان اللعيبه تنسجم اكتر. المطلوب ان كابتن حسام البدري يبقى منطقي اكتر في التشكيل، يحط واحد دستروير واحد ريجيستا يقدر ينقل الكوره لنص ملعب الاخر، يستغل قدرات وسرعات محمد النني محمد صلاح وتريزيجيه، ويلعب بتوظيف انسب شويه من اللي شفناه في الماتشات السابقه، وان شاء الله يكون موفق باذن الله. يا خالد انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز او طبعا الناقد الرياضي خالد عامر الصديق العزيز كان معانا عبر تطبيق زوم واتكلمنا معاه في بعض الامور المهمه جدا تتعلق بمنتخبنا الوطني الاول.